عليك وذهبت محاديه للمرمى. كره مرفوعه بشكل جيد جدا هنا الراسيه لعجور ياسر. مجهود ممتاز من الجهه اليسرى عن طريق الميلود ياسين. الميلود سريع، كره مميزه جدا لكن الرأسية لم تكن مركزة بشكل جيد وبالتالي ضاعت فرصة الهدف الأول للمنتخب الوطني المغربي المدرسي. عودة للوراء، المغرب بدأ يهدد، المغرب بدأ يتقدم، المغرب بدأ يدق ناقوس الخطر على الدفاعات السعودية. انطلاقة سعودية من جديد، يجب الحفاظ على التركيز، فرصة سعودية انطلاقة لكن كرة مباشرة لخارج أرضية الميدان. لم يجد الحلول المنتخب السعودي المدرسي أمام التنظيم الجيد والانتشار الجيد للعناصر المغربية فوق أرضية الميدان. لاحظوا يعني يحتفظ بالكرة وفي غياب الحلول على مستوى وسط الميدان يقوم بكرات طولية تجد أمامها كل من صلاح الدين فايز وكذلك اللاعب المجدوب كريم. كرة في الوسط لتماس لصالح المنتخب السعودي المدرسي. للوراء انس الغامدي في اتجاه رضا عبد الله. عبد الله لانس الغامدي اكثر لاعبين لمسه للكره في المنتخب السعودي المدرسي. يعطيك تفسير بان المنتخب السعودي المدرسي ما لقاش حلول على مستوى وسط الميدان. عوده من جديد، انطلاقه السعوديه في الوسط. هذا عبد الرزاق اصيل يمرر كورتو لعبد الرحمن الحربي. الحربي لاصيل، اصيل ينطلق، اصيل والتمريره، لكن اين التمريره واين الطريق؟ الطريق مغلقه امام التمريرات السعوديه في تنظيم دفاعي جيد حدود الساحه. هنا يعطيك اشاره لكيف جاءت الارقام المميزه لدفاعات النخبه الوطنيه في المشاركه الدوليه المدرسيه. بدون هدف دليل على التنظيم الدفاعي الجيد، دليل على القياده الجيده في حراسه المرمى لوليد. يا وليد، وليد قائد جديد ونجم جديد في سماء الحراسه المغربيه في قادم السنوات. لاحظوا طريقه قراءه الكره الماضيه، طريقه الخروج التايمين بشكل جيد، قرا الكره ممتاز يا وليد. لنا فيك امل كبير يا وليد في هذه المقابله. تعود الكره من جديد للدفاعات المغربيه مرة أخرى لصلاح الدين فايز. صلاح الدين يتقدم، ممتاز الكرة البينية. هنا انطلاقة عجور ياسر، ياسر ينطلق والسرعة مطلوبة. ياسر، ياسر فرصة تمريرة طالت شيئا ما، طالت الكرة الماضية على بودهنا يوسف. عودة من جديد سعودية مغربية مرة أخرى، مراوغة بشكل جيد، فنيات الفردية متميز فيها المنتخب الوطني المغربي، متفوق فرديا على المنتخب السعودي. فرصة مغربية فيها إمكانية، تمريرة ممتازة، فكرة كانت جيدة لكن تدخل الدفاع السعودي عن طريق مهند برناوي. تعود من جديد، تدخل المغرب الدفاع المغربي. عودة من جديد لبديد عبد الرحمن للوسط سنان يمين. أسامة الغندور لآدم الخليفي. مستبشر عثمان، انطلاقة من الجهة اليسرى الميلودية ياسين ومقطوعة من الدفاعات السعودية. 22 دقيقة لعب، دائما التعادل سلبي، صفر لمثله. شاهدنا فقط محاولة حقيقية وحيدة لتسجيل بأقدام مغربية. أقدام، كانت التمريرة بالأقدام لكن الراسية هي من لم تكن على موعد مع انزال الكرة في الشباك. فرصة سعودية، حذاري من التوغل، حذاري من ارتكاب الأخطاء. ممتازة المرور، حكم يقول ولا شيء. نتمنى أن اللاعبين ما يرتكبوش أخطاء على مستوى المعترك. هنا اللاعب منتخب السعودي، اللاعب عبد الرحمن الحربي، لاحظوا كان يبحث على ضربة جزاء دخل بين مدافعين لكن لحسن الحظ أن حكم اللقاء كان قريب من العملية. فرصة سعودية للوسط عبد الملك الحربي، توأم السعودي في هذه المباراة. عبد الملك 6 وكذلك عبد الرحمن 8. تلعب الكرة، تمريرة من الغامدي لرضا عبد الله. أنس الغامدي، رضا عبد الله، رضا في انتظار الكرات البينية. مقطوعة مغربية، يجب ألا نمل، نحافظ على التركيز. هدف سيأتي، سيأتي.
المنتخب السعودي منتخب محترم جدا، منتخب قوي، منتخب صراحة صعب المراس. كرة ممتازة في التمرير، الكرة من مهند برناوي، انطلاقة من الجهة اليمنى، رضا عبد الله، رضا يا رضا، هناك مستبشر عثمان، مستبشر كورتك يا مستبشر، والكرة في الركنية، ركنية للمنتخب السعودي المدرسي. لأن الكرة في الركنية، نتمنى أن تمر سلامات على المنتخب الوطني المغربي المدرسي. تلعب الكرة، فرصة إمكانية، خرج يا وليد، وليد ممتاز، وليد ممتاز في التغطية الماضية، كرة للنخبة المغربية، فرصة هجمة مضادة سريعة، عرجاوي ياسر في المحاولة الماضية تحصل خطأ. عاشور ياسر نشيط على مستوى الرواق الايمن، لاعب عاشور ياسر، ضربه خطا في التنفيذ، صلاح الدين فايز، تلعب الكره من صلاح الدين، الابعاد من جديد، تعود السعوديه في الوسط، تمرير الكره داري من الاخطاء، والكرة لخارج ارضية الميدان. صلاح الدين فايز مقدم شوط اول مميز، ومميز جدا على مستوى التغطية الدفاعية، سواء كما قلت في الكرات العلوية او كذلك في الكرات الارضية. تلعب الكرة المغربية مقطوعة من الدفاعات السعودية لبرناوي، مهند يعيد للوراء لرضا، رضا من جديد للغامدي، الغامدي لرضا، ورضا للغامدي، تعود من جديد للرواق الايمن لفراس رباط، فراس يعيدها لرضا عبد الله، الغامدي لفراس، هنا الفرصه الامكانيه، حذاري من هذه المحاوله، انطلاقه سعوديه، فرصه والامكانيه، ولكن الكره خارج ارضيه الميدان، ورا خارج أرضية الميدان لضربة مرمى لصالح المنتخب الوطني المغربي المدرسي. لحدود الساعة سنرى من سيكون أقوى دفاع في هذه المقابلة، من سيكون قادر على الحفاظ على نظافة الشباك في هذه المواجهة. المنتخب السعودي المدرسي تلقى هدف وحيد، المنتخب المغربي بشباك نظيفة في ثلاث مباريات، ولا الفرصة الإمكانية وخطأ لصالح المنتخب الوطني المغربي المدرسي. تكتيكيا هناك نضج كبير جدا بالنسبة للنخبة الوطنية في هذه المباراة، هذا المنتخب صراحة لديه شخصية داخل أرضية الميدان، يلعب بهدوء بتركيز بذكاء، سواء على مستوى التنشيط أو على مستوى الانتشار. فرصة مغربية من جديد، النقلات البينية، الحفاظ على الكرة من جانب النخبة الوطنية، فرصة والإمكانية، دائما المحاولات تأتي على مستوى الأجنحة بالنسبة للمنتخب الوطني المغربي. هناك السرعة بحوزة الجناح عجور ياسر وكذلك الميلود ياسين في انتظار إيصال الكرة لبودهنا يوسف، رأس الحربة المغربي في هذه المواجهة، الذي لم يتوصل بكرات كثيرة جدا في هذه الجولة الأولى التي تقترب من الدخول في الرمق الأخير. تلعب الكرة، انطلاقة سعودية، داري من الأخطاء، فرصة 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 للمنتخب السعودي، ممتاز ممتاز ممتاز، البرافو وكذلك العلم الكاملة للدفاعات المغربية في هذا المواجهة. هنا فرصة للمنتخب السعودي، هذا مهند برناوي يحافظ على كورتو، برناوي قوي بدنيا، لاعب الارتكاز في صفوف المنتخب السعودي المدرسي. أمامنا في الصورة الحكم البلغاري كريستيان كوليف،
يقود هذا المقابلة حدود الساعة بشكل جيد. ضربة خطأ، يجب التركيز، يجب كذلك على اللاعبين عدم ارتكاب أخطاء على مقرب من المعترك. هذا حارس المرمى الوردي وليد، الوردي وليد، يا وليد أتمنى أن تواصل الحفاظ على نظافة الشباك. تلعب الكرة مرفوعة، فرصة ممتاز، وكان هناك تسلل قبل ذلك، لكن الخروج كذلك كان جيد من وليد الوردي. انطلاقة مغربية، 4-4، فرصة الآن، السرعة مطلوبة، يجب تغيير اتجاه اللاعب. هناك ياسر في الجهة اليمنى لوحده، ياسر، لكن الميلودي انطلق بالكرة، كان بالإمكان أن يطلب الكرة ياسر عجور في الجهة اليمنى. الكل انطلق في اتجاه الميلودي وغيرت الكرة للجهة اليمنى. فرصة خطأ، أول خطأ في التمرير من الجانب المنتخب الوطني المغربي. ممتاز 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 في العودة لإصلاح الخطأ. إذن في هذه الأثناء يعلن حكم اللقاء الحكم البلغاري كريستيان كوليف على نهاية الجولة الأولى، على وقع نتيجة التعادل السلبي 0 لمثله بين المنتخب الوطني المغربي المدرسي والمنتخب الوطني أو المنتخب السعودي المدرسي. إذن في جولة غلب عليها طابع الحيطة والحذر من الجانبين، في جولة تكتيكية بين المدربين، كل من زكريا الزراري وكذلك المدرب السعودي عبد العزيز الجنوبي، في انتظار كيف ستكون تفاصيل الجولة الثانية، جولة المدربين. إلى ذلك الحين نلتقي وإياكم مشاهدينا مع بداية الشوط الثاني من هذه المباراة.